يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إذ مثلا روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يروى الإمام الترمذي رحمه الله في صحيح جليل مقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن صحيحيا يندن في محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرفذن في الليل ولا يوين غرغورين خمسة الوصايا، خمسة الوصايا يندن يغس نكين يا رسول الله. قبالا يبدد أبو هريرة ينس نكي يا رسول الله، ينس الوصايا يم أذي يخدم يون إما تفكر أثتسين أثتياوين أذي يخدم يسد نا أدي استعلم وين أنا يخل من يسد إن أدي قميس نيغا كن ينظن كيلين إن أدي يتفي بكفوس إن أدي يحسر بخمسة إن أدي نيم أتشو خرط أف جميع وين يحرم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أتشي للتعب ضد سيد ربي سي حق إن أدي أتصرفه وتستقنع سوين يهدفك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكيف كده غنيغا ذخيبويك أتخدم ذا الخير جارينيك أكنا تشيل الدرمومن وتحمل ضيل غير إليك أين تحمل إيمانك أكنا تسير الدين سلم إينا أشتق ثلاثة فلسة على خطر فلسة أثناء أولون في قيم خمسة أتشو صيف إدي فكان في مشيح صلى الله عليه وسلم وصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن أي مثل ماشي كان وصحابي الجليل أبو هريرة مثل فكان، ولكن فكان تد إلومة سلم كمال إسمارا أن خسر في مشبيح صلى الله عليه وسلم أم يعني أنك حرص باش أدوصي لما ينس السجان هذا الهدر بفضل الله وبرحمته عند المقدمة في الحديث أم بعد ذي الدرس ذي دون أنشو بفضل الله وبرحمته ذي التفاصيل أن خمسة الوصية ذي أيات مثلا العبد ذي دونيث يحواج يوين الثي والصين يحواج غير وين ثيو الجهل أروين أسس كنن أفريد إصوفن ذي ثو ذا ثنس باش أذي من عدل هم من دونيث باش أذي سعدي ثو ذا ثينهان أذي للقهرين الاستقامة في الصراط المستقيم ريلي أذي عيش الحياة الطيبة ثو ذا العين ذي دونيث وذي تنعم در الرحمن سيد ربي ذي جنة ذي الأخذ أغسك ذي ربي جمال أيضا على خطر العبد ذو الضعيف إلو ردو السينرام ولاش وديرو رني السن ولاش وين يكمل العلم من الس كيف مثلا يقال سيد ربي بويش والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إلى تقول لهم دكتور ثعب بعض الجماعة تقول الجمال العلم ولاش وين يسنن اسم واسم يديرون إلى ولكن في كذا وند إنزونة سلم يسن ألنة سوين يسن أو يسن إسات سعون يعقي إسات 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 السنن القيمة عن العلم مثلا دي فلاس صغار ما صغار ما تسنن ولكن ولاش وين كم يندي دوني إلى خلنا عقيه كتسيد ربي كريم الكامل سبحانه وتعالى العبد ذا الضعيف أكني هو يلينا نسيدي ناد وانت دقيقة لدي ناد سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيف سيدة ربي خلق دي عبديس ذي الخليفة ذي القعية جيم بشد يعمر القعية جيم ولكن
وثي جرم أبت يعمر سجن وثي جرم أذي الحكام أولي ظلم أن سريك أولي ظلم سريك ولكن يفكيز دي المنهج سريك أولي سريع مرض السحر قاعدين خطر إكلفيث إكلف ديار ديس بشر يسيح رصيح وسفسدهم يقرد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والإصلاح يتكد وشو يتكد في المسلمين يتكد العلم وسلم بالخلق سبحانه وتعالى في كيس دي عبديس المنهج القويم يسريحه يقرد القوي يسع عزيزا ولقد جاءهم من ربهم الهدى إنه في كيس يا عبادي المنهج يسريحون إذا منهجنا الهدى يقرد أمن الإنسان ما تمنى نغضين يفغال نغضين يفغال عبد أري يخدم ذين يبغى العبد إسر يحو ذين يبغى العبد أري يدفع كما يثبت إذن أمزور مري والجهن إي عبديس غالو بريد للمستقيم دون تدخيق سبحانه وتعالى سيد ربي خطر الإنسان إكسان الرحمن أفي عبديس أخبر بكنا تيسعو الخلق غفل الخلق بقرد رسول صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها إذن إكسان الرحمن غفي عبديس إذن إنسان إذا وجهنا يعديس باش أدي يدفع أفريدني إفريا بحد دوني إفريا بحي أخر الرحمة سيساعش كله غف الكافر غف المشرك غف الفرق اللي عندك في غني وفريديس ولكن يساعش دي دوني دي الخط حشا الخاصة خلصوين يفغن وفريديس إذن أي مثلا سيدي قرن ورحمتي وسعت كل شيء سبحان الله يقال سيد رب قويس عزيزا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون إن الدواجين إذا فريديو فكي عاون تيد أتفهم باش أتلحم دوني أتلحم ياخد ولكن من عفو من أجل يتفع أين كن يتمني ماشي الهداني من سيد رب قويس ديفكا ذين يتمني ذا بيس أدلحو ذي القيام وليزرين أنسرين وليزرين أنسرين فقط يقال سيد رب قويس والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات إن دونك نمون في فعلك نذر ديو يومين الرئيس وفعلا لمن أجلهم إن أمنك نغيدا دعزوا ورسلالا ذبوغا وليهدرارا الزخر تخانط طيام ما أكد السورة الديني ما أنسينا إذا فريد أنسرك ويهدرارا كشينا ما السورة السورة اليغسيا نغفركنا ورسلالا أكامي في فوق نساء العرب ونفعلا أفريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن سيد ربي أغدي توجيه أغدي توصين صرحمين سلواسعا يقارد خزاد كان أدي قارد روية في الأثر إن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيدنا داود ينسي داود لو يعلم المدبرون عني شوقي لهم وحبي لهم ورغبتي في عودتهم لا عودتهم إلي لطاروا شوقا إلي يا داود هذه رغبتي بالمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إن سيد داود إن شنو كان دائما يقدر يفغن أوفري ديوي يقدر ينفع على يقدر يستعرف ريسيم أظهر لم كيف نحميه أم كيس على الرحمة في الأسل أم كيس نبغي يتسراجه من المنى دوغين غابورين إن دلو كان دائما إن تزلع دزين غابورين ذا الرحمة يسأل في الأسل إن سيد داود إن يستقيني ذا الرحمة يسأل أفيدك يدزيني على المسلم وخرف فريدي إيو إذا كي يتبع إكشه لا إله إلا الله إيو إذا كي يوحد أم كساء الرحمة في الأسل الرحمة في الأسل أكثر وأكثر وأكثر سبحان الله أم الكافر يسعى في الأسل الرحمة المؤمن يتبع سبحان الله كما يتبذل إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم قدس صدق قرويت الذبري دي وثبعثس وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إجتشور الوصايا ذي المزمن رسل ذي حساب إلى القرآن الكريم إذا الرحمن إكسع سيد ربنا في العبادس أدي قال يوصيكم الله في أولادكم أغدي صوصين أفلوا النغم كان تعامل ذبروا النغم أدي قال قل تعالى وتلوا ما حرم ربكم عليكم إن سنية وتسويهم ده شو مدي حرم سيد ربي في اللون أهدي صوصين أدي قال أغشمغ أدق الأمور أمكاني تعامل الإنسان
ذي ثلثينس ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أم كنت سكر للعبد ذي الميزان أم كنت غلالة ذي الغراء ذي الخيانة وين يخضان أبلد سيد ربي مرام وانستكن ذيني لدي من فعل عبد. قد قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحان الله أغدي تصمر أغدي نهو إجر القرآن الكريم بالوصايا صغور صدر بالخالق سبحانه وتعالى إلى عيدة ديس ذي رحبك سعف لسن باش أزكان سنة سيدة ربوغد النظران أسيدة ربوغد النظران أدري ذا ندفع لا إن آثنا القرآن الكريم آدي تصندف أي المثل سيدة ربنا الخالق سبحانه وتعالى نش يعرض النهيوم وش يحصل لله عليه وسلم إذا ما نزوارون آدي توصينا إي عبادي باش أثبع ندري ذي لهنا الذبحين دوني ثياخر سيدة ربنا الدقيقة سبحانه وتعالى بل أن في محمد صلى الله عليه وسلم إذا إنسان يمد يفكر القرآن الكريم ويعقيد ويرنيز السنة يمس أي مثلا ونشتقي أما القرآن أما السنة صغور سيدة ربي إبروحا ماشي دين ديننا وحدس ذي العقل ينس ولكن دين ديننا سيدة ربي ديننا سيدة ربي غدي الصور وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كده قال سيدة ربي ماشي دينها صغور سيدة صرحوني مسلين ولكن دلوحين سيدة ربي وين يسيدي يفكر كيف مثلا يقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين ودينا ثبات ثباتس أين في ودينا وخفص وخفص إن في محمد صلى الله عليه وسلم إيكس عن الرحمن أفلم ينس أفل أمة اقرأ أفل أمة إيفنان غف العلم إيفنان غف موسنيا إيس عن الرحمن في اللاس أسقر أمتي يا ربي لما ينوم أسيد ربي أرمس إسمان أخلق في دشجان أغتدفكان دنعنا إن الرحمة المهداة وكذا الرحمن يغتدفكان يقرص سيد ربي سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شين استمدي ذا الرحمن يفكير للعالمين شين ذا الرحمن رسول صلى الله عليه وسلم ذا الرحمن للعالمين سبحان الله أنا بقي السحابة ينسيني يعيش كان كتزين غرواص أوصيني يا رسول الله سبحان الله كان يفوذن أدسين الوصيان في محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بأربع إذا دي وصيين وحبيبي وعزيزي أوصينا تزوم في أيام الشهر أوصينا تزلل صلاة الضحى أوصينا تزلل تشوتير الوتر الزلا صلاة الوتر أقضي أدينا إن أتو السيدة تغتسل السيدة يوم الجمعة سبحان الله أبو الدرداء رضي الله عنه أدي قال أوصاني خليلي أوصي وحبيبي وعزيزي ثلاثة الوصايا أتزوم في أيام الشهر أتزلل صلاة الضحى أتشوتير. سفيان بن عبد الله رضي الله عنه من الأدقار ينادي النهي في محمد صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقل إوصاني نسيني ونص ربي لا إله إلا الله ينادي بعد في العبريس استقل إنك ذلك سيد ربي وذلك في محمد صلى الله عليه وسلم أدنى ونص ربي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا استقل استقامة. حسين رضي الله عنه بس عمران بن حسين أغدي قال ينين في محمد صلى الله عليه وسلم ينادي ما فيش مدى الإسلام أكستعلم أصنع في الكلمات ينادي سوء الشهر يغير بالمثال دينسي ينادي شغل لا إله إلا الله محمد رسول الله ينادي روح على وص وتشغل ينادي الناس وصيا يا رسول الله في كين سنة الكلمات سنة مثل ينادي لذلك يترك المكان ينادي ينين عني نرسيد ربي ندعو نرسيد ربي إنس اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي خزر كريف مثلا سنة الكلمة سنة مثلين ماشي بين الطفل دورات ذي قواعد ذي فضايتك سعامي مثلين ذي ميت مثلا أربي مليئة بذي صحن ثم نعضيب ذي الشرط نفسي سبحان الخالق تقين السعادة دوني تقين السعادة الأخر صلي وقف النبي عزيزا صلى الله عليه وسلم الوصايا
إدفك من محمد صلى الله عليه وسلم يغديجا ماشي دايم من زمان أسنقال الحساب أنت أيضا البشير أنت أيضا النذير أنت يحمل لما ينس الحب لما ثنقلوا في دوني أمة العلم سبحان الله أكنا أيضا مثل أنا أخذر شد الناس إذا ربي أنا أخذر شد الناس في محمد صلى الله عليه وسلم يغدي وصار أنا ما تسمح السر النظام من بعد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتسمح سيد الوالدين والوالدين الوالدين ذا شير سرى وصي ذاين دينا ربي ذاين دينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطأه لش لشدي كان نيف قال الله وقال الرسول خلاص الوالدي كان إدلا تشاشيه أي نيف ويهضرف العبد مهما كان المستوى يس أدي الزكاة فقال الله وقال الرسول العلم لو كان سكان يرى إن ربي ندن في محمد صلى الله عليه وسلم العلم إنه وين في عهد الحديث العلم إنه ماشي العلم وينه ذي الجهل استيم هذيس العلم ذيناك السوغ أتسن سيد ربي أتسن دن في محمد صلى الله عليه وسلم إذن إما ويان ذاك يا بنادم أستسمح السنة كي وصل هذا خطر ما يفلث ذا ثنس أفين دينا ربي أفين دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتكي ذي المجال من التربية ما كي ربي ودوه كان الدورة إذا بثن غير الدرياء ما يلمثن سعان المسؤولية مثل قرحات ماشي كان ذاغرون تسكسو تسي أزن تسوينا في نعجشن لا ماذا المكلا أكو تسي أتسوين عبادي الدرياء وسنتسكنا لنا الذخيرة المخلصين مثلا ربين السمو سنين إلى قد يعقب لهم ذا عيف إن على فرعون يا أخي كان عيف مثلا أنا ناقي إذن المسؤولية من بابك من باب سبلادهم أسيف كذيف مسنينس أثي ربين صار جاني حب سيد ربي وحب النبي صلى الله عليه وسلم خذ كان المثل قاعد يسوي يوم سيد ربي عزيز سبحانه وتعالى أنت صار بين سيد لقمان الميستر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إيه وصدي وثر وصيا سيف سريف فغيس يمدي ذو ذاتين سمد الدنيا مد يخف وسخد ما لا شريك سيد ربي الشرك الظلم قرحا التميز مثل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذه خزاك لنا سخارة وهذه قرح الله دور الوصية كان عزيزا الوحدانية سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الشهد العبد الوحدانية سيد ربي لا شريك له يقضي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يتوصيت سيد ربي أفل والدين أفل ذاس أكل يماس كيف مثلا إماك بن أدم يكيبين ذو عبوذ ست شهور إذ يعثار إيه قد يعقل بلي يعذب يعذب يتسعدام خزار كان بلي الحاجة وزنة كتبش تطعب كان كيديم ازدخي عبوضا بلادي ماذا يتحسوا بلي ثنقار دوني في الناس فما بالك عبوض تنطفي ألا ديالهون أمكي تحسوا في مثلين إيه مثل ستعب ولكن الإنسان إلا غش بلك دي الوقتية حاجة لنقا دي رحم سيدة ربي والسيدة لنا زي ولكن دي المنفعة لبلاد أسيئة زي خطأ شوي كما سريع عبد سيد رب الخالق سبحانه وتعالى كيف مثل؟ إذن سيدنا لقمان عليه السلام أدي توصينيش وسيد ربي وكذب بلدي السمح سلعاني الوالدينيش إن ماذا قلنا ذا الكفار الوالديني ذا المشركين بس انسغال وايد مفريد وين يخبر سيد ربي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اكديني بابا روح تشغل تشمنا اكديني بابا تشكي كيف وكيف ردي نسول الخمر والتفاعل الدين أكيد سقلق له في الإسلام أقبيلا يقطع هذا كان وزمرنا أصدع عبد العبد أصدع عبد العبد أسجد سيد ربي لا طاعة الوالدين دو طاعة سيد ربي مثلا ولكن غص فلان يريد الدين الوالدين خمس لي خير ها كيف مثلا وصاحبهما في الدنيا معروف اسم خمر معروف ماذا بكي فرقوا بريد الدين خمس المعروف وتسجلوا صدق قرارا كيف مثلا
غسل زمان بعد حميل خطر لعند الحميل سيد ربي والحميل النبي صلى الله عليه وسلم كانت حميل غسل لباه ولكن خماسي خير ارفي وصاحبهما في الدنيا معروفا يا بنيا إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إنس يا بنيا أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أنا ذلك من عزم الأمور الظان ضع سيدي ربي أمر شوي للعاين سوى المعروف إن هما فين نديرهم تصبر سيدي ربي ما كي جازيا خطر العامل هو كتير تقرارا ثبت من الخردل الدواء قال النف ماذا قال لهم في الليل ذي الطيام ذي الغثير ذي القاعة ما تسيدي جبت سيدي ربي تسيدي سيدي ماشي الحاجة هو عارف في الناس كيف مثلا؟ إذن سيدي ربي سبحانه وتعالى إذن سيدنا لقمان عليه السلام اللي قال وسخ دمان غشري ضعف ذي الأوامر سعود أخلاق سيدي ربي أخلاق حسنة سيدي ربي نسيكي دقيقا نسيكي درسقا نسيكي تتساكن من نفسك يسيكي كشمن يتصفر نسيكي تحرك لك الجوال حكا يتحرك لك سيدي ربي سيتحرك كي تسعود الأخلاق دي عباد أمك الشيئين يقال ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور كي تصوصي سيدنا لقمان الميس ينيس ألف ذلك قرويك نيجي من الدم أرثي فضيون أرثي سواج سيدة فضيون حاجة استطعان سيدة ربي والطعان سيدة ربي غير فقر سنزاني مالي إني كان كتشام من الدم خمسني خير سقابي يدن سلسلي العين سويني سويني الهان وسيم غرارنا في إيماني غاف من الدم وتزوخار الزاد من الدم سلحاجة تسعير سلغير دانو سيسعارا لا خاطر خم الخير سوين 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 سيكل ديال سقسي دارني كيف مثلا وسخدم انا شريك سعود وسخدم انا شريك سيدي ربي سعود اخلاق سيدي ربي ضعيف بين الاوامر بين دين الناس سيدي ربي دين النبي صلى الله عليه وسلم اطلع طاعه الله وطاعه الرسول سعود الاخلاق دي عباده انك تشيني سبحان الخالق زرق الوصية مكتوصل سيدنا لقمان عليه السلام أمي ستاران إنيس دير وصية إنيس إنيس أمي الزنز الدولي ديك سياخة أثر بحدي سناف ولكن الزن أزن زيارة لخار فيش الدولي أتخسر دي سناف أهل ترى دي العصا مرسول جيسي توصينا لو نغيث مثلا لا بعد السلف إفلسنا رضي ربي أسينيما يوميس نغيوة رويس غروة الدين تفض ذي الدين غروة تدزو أخرى في الناس أسن كامس الدين أسجامس الدين أسيحوس الدين أسغمس الدين فذات نور مرس الدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أكان يتمثل غروة 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 تمسكت القفريد القفريد الدين فخذم الخير العباد أما تسلم أما أذن تسلم أنا أين سيدنا درس سيدي ربي دي النعم خدمة الخميس فرجون سيدي ربي وحدس إذا نساكم مني كافي نساو مني فكن ننسى إذا نفاق نسيدا الزهر هكا خزار كان أسفل السكن بقفريد الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله تسيحون من بقفريد خدم لي خير تسكن بقفريد الدين صدع سيدي ربي صدع من النبي صلى الله عليه وسلم أما دي الأوامر من النواهي أتخل من الخير إلى العباد أما تسلم أما مذن تسلم أنا فرجون سيد ربي وترجو فلا كفوس العبد أين لا كفوس العبد أرثت سيد الطرف خزر كان إلا كفوس سيد ربي ثلاثة بفس من الله الوص تسجيني الوصية المؤمنين يسوصين داريان سن أي داريان سن مثل لكن دي العصر ما أنت مقاي تسمع حاجة كذا يرحم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى لكن ذي لفبس المفسد دخل المجتمع يخدم العنصرية يزدخل المجتمع دي وصلها الرويس وين حميث وين حميالا لو كانت سيدة هذه لنا هذه المرتبة من الصحابة ولكن من يزدخل بسوء حميالا وفي حميالا سبحان الخالق كيف مثلا زرع العنصرية يدخل المجتمع وتجند الرنصر والسنتر أما كان يخدم لي ما وينسي يخدم له هذه الاثنين تقول وصيا الشياطين شو بقى ينسي توصل إبليس ذريس خاطئ مثلا والحميرة الدرية ما ماذا قلنا نشوصيت نشوصيت غروين ندري غر جرف كيف مثلا نشوصيت غر الانتقام نشوصيت الفعيل والنهاية نشوصيت غر العفو نشوصيت غر المسلي العين نشوصيت غر الخضيم الخير
إذوين إلا نقدر إيسي نربح إيسي نستنفع ولو أني فغني وفريد إذوين إسمرين المجتمع إيسي نفرح إنحمي إنما المؤمنون إخوة ماشي إذوين كليك فرق لكن دي المجتمع المجتمع وإن إذوين قفريد الجهنم أن يتسوي عباد في رسغة جهنم أجرب يجيبني كيف مثلا إذن أي مويان أذكر أو سنة توصيم الرون يق دائما وأبدا أثن توصيم كلا طفل قدريد الدين الشهد أذ الشهد الشهد لا إله أمن عبد الرسول تبع سيد ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أضع على أخلاق أضع على الرسول صلى الله عليه وسلم أسعى من الأخلاق الحسنة أما سيد ربي وين ديومر وين في دينها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وين ديومر وين في دينها وأثن نور السنة كلا أنا أضرب من العلم أتبعنا فريد من العلم أفريد من المسلمين كما يتمثل العلم إسكنين فريد إسكنين سيد ربي إسكنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلم ذينا كقربن سيد ربي ركي إسكنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذينا كيزقذن أقرب غروخ الله سبحانه وتعالى ذو جنير العلم من بعد سؤالات السوابين خطر العلم أنقرب الله سيد ربي وبيزر جاهل محال لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم شو شوف يتسوى بربي ولكن ماذا يقول يتسوى بربي غاسي السن ما ولكن ماشي العالم العالم بالخوف من سيد ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان الله العلماء تسوى لنا سيد ربي ومن تسوى لنا سيد ربي تسكر العلماء كان يتبقى لكن ماذا قلنا من العبد يمويان غفلن غفايا والسنانا وزيلانا ويانانا ان كان شوالي دي العصر دي العصر ينسعي شنو كنين فاقد شيء لا يعطي ونسعى لكل اكتئون دي تكرا ولكن غواثة السليمان من الدريا لحوث نبيث في العباد الصالحين في العباد اكس نذر من سيد ربي يقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين كده قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أما كن يتوصين السلف الصالح إنك يتوصين باش إلحوم العباد الله الصالحين يقسن سيد ربي يقسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخذ من خير يا عباد أما تسلم أما تسلم لا في الحوم قبرين العلم أنت السلم أدم قرب ثم مسلم السلف الصالح لحول وضان لحول السلم باش أدوين الحكمة أدوين مسلي الهان غير عباد الله الصالحين هذا الحديد الفنين الدنيا أربعين الفنين الدنيا باش أدوين مسلي الهان أدوين يون الحديث غير يون العالم سيدنا موسى عليه السلام ذن فيهم من أول العزم من الرسل أي لحوم وضان السلم باش يوضغ العبد الصالح الخضر عليه السلام باش أدوين ثم مسلي الغرصة الخطر يزرع يبارك ذكرة المسلم يعني غرس إنس مدوا يدك ذي استعرض هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ينا سيدنا موسى كريم الله يهدرت سيدة ربيهم بلا ترجمان ومع ذلك يروح إسلام سواجين يبرس سيدة ربيهم أدر حد يتعلم فلاش يقول ذا في درمه يفهم بشد يتعلم غرس كيف مثلا وين الإنسان دائما ذا الناقص الإنسان دائما ذا الضعيف يحوج للسين وفوق كل ذي علم عليه كان مثلا ألي جلس الإنسان العلماء بشد يسين سيد ربي وذي جلس الحكماء بشد يحيو ويس كيف مثلا جالس العلماء لتعرف الله وجالس الحكماء لتحيي قلبك أس جالس العلماء سقنا ذي السن بشد السن ويكي دقيقا ولكن أس جالس الحكماء بشد يحيو ويس سيد ربي سبحانه وتعالى يلا الملائكة سجد الناس لآدم سجدا الملائكة لآدم شيء خطر يسعى لعين للعلم أن الناس يسجدا يستعلم السيد رب الخالق سبحانه وتعالى والإنسان مثلا أدي وصينا الرويش ولو غافوا ولو ذي الدقيقة فين قالوا في فريروح أدي وصينا أدي وصينا فلسل ما ذي قلنا إلا كنا نطرفا من الدين إكسعا أدي وصينا سينا ألف تليابا يجي موسى لي غير فلان ألف فلان يجي ميتسلسا ألف تليابا أدي وصينا من أطل سوين سيزدي قرين دين دينا أزكى أزاد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وثني وصل سلف عائلة الخير على خطر تجارب العفو المقرن والتسعة المشطوع والمقرن يسعى أدي 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 دم تجربة من 60 سنة 70 سنة 80 سنة أدي تيسرس
أفل بلان استفكير وزنا سيني لاخ أخذك 60 سنة نغفك 70 سنة أنا 80 سنة ولكن للأسف الشديد أيقن بيالا أن يرفض التجربة لعذنيا كان يتمثل ما يسعوا لعذن إجارة 60 70 سنة ولاش دشون عدالة فوق الرويش ولاش دشون وقول إجارة بنا ولكن اختدي فيك فاطي هذا تستوقف أخينا تسالة على غورك أكدي فيك كم سنين أخينا أكتي تجار وتي تجار يومين أيتي تضيفل نكينا أدرح تهني وتشوي غايدي جرت لي ولا ليست الفانيس غص سعد دغن كينا غين سعد دغن ثلاثينو ولكن تم سنين فكرتي فكرتي يوم يرمنا ناتيو ولكن للأسف الشديد السيبو الطيب لنا ماشي تكتب لي خصا ماشي الجورديناتور يخصن الطابين بريد الدوين كلش ولكن ويتسنا دينا رفض المسلم سبحان الله كما يدمذن يزورد يونس حبيان أبو هريرة رضي الله عنه أن اسمك تنسف ما كان يدمذن يفاتي شو بعدين الناس وما يبكيك يا أبا هريرة كشيني تمثيي تتسو أحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما يتسل تغيما أبو هريرة رضي الله عنه يكشف بغى الإسلام كسوى السبعة يعيش أزل من أربع سنين أقل من أربع سنين يعيش للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أين دي يجمعنا الأحاديث ماشي التصل دي يجمع يقول الصحابة غير زورا يقول دي الحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا عيس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عيس النساء تجمع تستغرها أريد سأل أبو هريرة رضي الله عنه ومع ذلك فانت يسرون ناس شك يسرون يا أبا هريرة إنس أبو هريرة رضي الله عنه إنس غربة جايين بالخوف وبالغيموت ماذا حمل حمل الدنيا إنس ولكن أسفل العذب أعوين دروس الله أكبر أي مثل أي دينا كأبو هريرة رضي الله عنه مش الحاجة نفان سرون كنه أسفل العذب أعوين دروس أم هي أتفق نسخة النوم انتسام الصحابي الجليل في قراره وش يعنين بين صلى الله عليه وسلم إذ يروان الأحاديثين سحر إذا عايز أتحمين العباد من الدنيا ذا لما فوق الدنيا وحمين كمرة ما سيقن العباد من الدنيا حمين ونحمل أبو هريرة ذا العالم للإيمان ونكرهن أبو هريرة ذا العالم للنفاق انتسي ما نشي يسروا ذا شاد من الكنين أصفر العالم للتراجية وصيف مقوى ويتفكرك أعوين دروس أم كنت سلالة كان يتمثل سبحان الله أكمل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يروح عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يزور سلمان الفارسي ذي الوقت الإنسان يرون في تنسات دشون سيدنا يفادي دي سرون الناس دشون كي يسرون يا سلمان الناس في صلى الله عليه وسلم يرضى في الله عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرضى في الله عمر بن الخطاب الفاروق يرضى في الله ومع ذلك تسرون الناس يا سعد الناس ماشي ذا الحب للدنيا في تسرون هذا الخوف يوقف غيموت إنيس ذا وصينا ذي وصان في شاء الله عليه وسلم ما قال الوصية قد يسر الوصية ما كده وصيون إسعى ما زي إحمل يكون كده وصين أفضل ضربية إنيس وصية ذا البين صلى الله عليه وسلم إنيس وخلفا كسينا نوخلفا يجد ما كنت خبي معنا سبحان الله سعد بن أبي وقاص وهم سلمان يخويف إنيس ذا شو صوصية إنيس سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه إنيس يمد النبي صلى الله عليه وسلم وليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب إنيس لكن يمر إنيس الدقال أينات بروفيتي مينات ومن الدنيا ذينا يوم ولاية الكفن دي السفرينس ذوس زاد من الدنيا زاد داش تصاد خدم الدنيا تخمم بعد تسجل كلش خدم أزل وين وزل وين فقم الداخل خدم لي خدم في وزل وين فقم الداخل داش 300 سنة اللي عاشت يوم دي الدنيا دقيقة رشت عيني سيدنا نوح 59 سنة اللي سكش ما بديت تقول فاضي فاي كلش روك خدم أي وزل وين فقم دي الدنيا خدم لي خفيف وزير من أفقم الدنيا يا خاف من الشكرة إنيش نكون أقرأ النغرق داخل المتعة من الدنيا داخل الزهون من الدنيا داخل الملذات التسلطة من الدنيا إنت سعد بن أبي وقاص إنت خزرها في خطنيا يقلك نيها السلمان
على حسب ما هدرني إنسان دفع يهدف كل شيء كل شيء يتصرف غير داخل إني شو ولا غيون الصدر يتصرفوا يتصرفوا بيس إني شو ولا غيون يوث الحيلة يقتسمه بيجي من الداخل ويبقى قار سلمان سلمان الفارسي نغرق بالمتع الدنيا ده شاب اللي نكون سيد مثلا الحن العباد سدهب الحن العباد سيفطا الحن العباد شوي قبل العقلية أنا سمد الدنيا الوين سان هي نحمد ربي العباد نجر ربي جيموني كيف مثلا أمكان قابي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كنا ذي لا أصرنا لقينا غرق بالمتع الدنيا بالمال الذاتي بس أمكان قابي ولا شو مني يقول ينسيني سان اسمك ما ثوين مثل في ذلك هنا أفتوية تنسل داشي بويلس ورسال داشي مويل حاجة كان وقاش الحال يبوي ثيس كان مثل سال بن أبي وقاص رضي الله عنه إنيس ياسمان أوصي داشي سريد أوصي فطار الوقت انتس قريبا دي قلاء دار نيسا دي روح لبيس الفوق فوق المسلمس الديني عيني لا غفوليس أدي فك التجربة نين لا عمريش مرانا أتدر قام خزار كان دشوني سينا إنس سلمان الفارسي إنس ياسع سلمان أبي وقاص ذكرت سيد ربيهم ذي الوقت ما ذكرت سخل بذكرة ذكرت سيد ربيهم ذي الوقت الهمي ذكرت سيد ربيهم ذي الوقت قاعد حكمة قرسين ذكرت سيد ربيهم وذي الوقت قاعد فاقض كلام ماشي ونستكري ونستكسر ذكرت سيد ربيهم سبحان الخالق إذن الإنسان أنشتغلين ماشي ديني خصوصاً دي السلف الصالح ولكن دي العصرنا إذن قليلين سلي ويليد مثل الوصايا إذن أتصير ربي الخالق سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم غلوى الديني العباد الله الصالحين سبحان الله والوصيين أسيقار الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أن يخدمي السن مشان تسير بعد أتدي تسدر التذكر لا نضرب لي ثوق الرضي حرام بعد أن سوى نضرب لي الكتب الحرام بعد أن سكدي هذه الدلالة ما نشد التفاصيل الحادثة هي فقم سليم المقدمة بفضل الله وبرحمته إذا أمس وين ندي حرام نسوي ولكن وش نسوي خيرنا ونخدم إيش ونضرب لي الخبر الحرام صرام الذي حام ولكن يبقى أنش ما قايل قبل ذن شرط سقراطين من الخبر أيه مثلا أنجر بيجي من الخمارات شرط الخمارات سبحان الله أنجر بيجي مني أصدق أيه مثلا إذن أين أي سل العبد النبي سيد ربي النبي في صلى الله عليه وسلم أفي تعلم أفي فهم وهذه خدميس مبال أفي الشفر وين تنسيها يقال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أن يخدمي السن ماذا قلوا إزمي لا يخدمي السن لا يستعلم ويرنم ماذا قلوا يصبح عند الظروف يقول إزمي لا يخدمي السن أن يستعلم وإذا يخدمي السن يقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن الدمال اللي يون العلم السنط وفي كتاب الظروف بشان خضميس إن استعلم غفل غير نظر إن الدل علي إن الدل فور العلم أثق فين شويس إن الدل يخدميس إن الدل كنا أتسع ورجع بقين فينا يخدمك خطر الرسول صلى الله عليه وسلم قد الدال على الخير كفاعله وإن أريمي أريد الخير إن دمي لا تخدم كيف كيف لا العلماء اللي خرف الحديث معنى مدينة فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن إن أو ند كلا العلماء ماشي الاختيار يبغى في الديني يبغى ديني وام ذي العطف أدي خميس وأدي استعلم الغير أدي خميس الكامية مثلا إذا الإنسان مريس الكرام أريس العلم يا رسول ربي غير النبي صلى الله عليه وسلم غير العباد الصالحين العلماء أدي سين أدي فهم أدي خميس بعد أدي الشفق الغير باش أدي خميس الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخيار يقول من يتعلم القرآن ولا يستعلم وين تعلم لا ممكن يستعلم السبب العصر مرة لأنه إذا في دعين إيمان سن العلم وتعلم لنا
دعيني من سلعين ده شكي استعلم وين وانت علمها. سبحان الله. كيف مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بشر يعبد اللي يجيون سيد ربنا في عبد سلعين وفي عبد ذلس الجاهل. كيف مثلا فعلم إنه لا إله إلا الله. فعلم إنه لا إله إلا الله. كيف مثلا العلم مبلا العمل يعتبر بمثل الجاهل. لكن العالم جاهل ما لم يعلم ما لم يعمل بما يعلم. العالم يعتبر العالم يعتبر الجاهل ما دام يخدم له ويخدم له شوي ليسنك لن يدران ولكن السنة لن يدران يسعد كذا وكذا للمستمع يسعد ولكن أنت تصنع الله أنت تسمى تزور لنا أنت تصلى لنا مع الناس إذا ربي أصدر الجميع تسمى عدنا أخدم لنا الخير الغشي سبحان الله كيف تغرب وتخدم لنا شوي تغرب إذا ما بيش يعتبر الجاهل. إذن الإنسان اللي يتعلم أديوي العلم اللي يخدم العلم الناس أفي طبق ذي الواقع من بعد ذي السفر ونفل السنة لباش أن يخدم الناس إنك من عمل بما علم أورثه الله ما لم يعلم ومن لم يعمل بما علم أتلفه أتلف الله ما علم. وين أري خمن سوينك ستعلم سويني تعلم إذ كيس ضربي ذي العلم بعد يسخلني في ذي الواقع يطبقين ذي الواقع إنك سيضربي ذي ستعلم وين السلالة أزلس قد العلم ولكن مريد الإنسان يتعلم يغرام ولكن ولي خدمه لسويني سويني غرقني وسقاط ربي يشل لك وياك إنك سيضربي ناسي في الفينك اللي غرقني أثي محودة في العقيد أكيد مثلا إذن الوصايا يجي الخمسة وصايا يجيهم إذن وصل رسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة إنيس أدخل مضي السنة أدخل أبو هريرة إنيس لنك يا رسول الله إذا مجوى إنسدر في المسيس إنيس التوقع إذا إنيس دي إنيس أدخل مضي السنة ما قد استعلم من لا يخدم من السنة ولكن الخمام حدس فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير بما تعملون الإيمان بالعمل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون على سيد ربي اسمه على عمل والله بما تعملون خبير سبحان الله. كيف مثلا إن أدخل من يسن نغت استعلمه من ريخ من يسن الدرس يدل بفضل الله وبرحمته أدن يدل الوصية تمجوى الوث يسينا اليوم وشبيح صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون أعبد الناس وخر بينك حرم سيد ربي أخيك تعب ضد سيد ربي السلحق وإذا اشتقي فرد نظر إن شاء الله تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.